بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هتكلم مع حضراتكم في معلومه مهمه جدا جدا جدا. كتير مننا جدا عنده حسابات في البنوك، ولكن الكارثي انه انا ممكن يكون عندي مشكله كبيره جدا من الحساب وانا ما اعرفش، عشان كده لازم اروح للبنك فورا. ده كده الموضوع الاول. الموضوع الثاني، امبارح شفنا تقرير من وزير الماليه منشور على بلومبرج او وكاله بلومبرج، والكلام بدأ يفسر بانه لا مفيش تعويم، ومعنى طبعا مفيش تعويم يعني مفيش شهاده جديده. والحاجه الثالثه، لحد ما يتم اصدار شهاده جديده اعمل ايه في فلوسي؟ تعالوا مع بعض نتكلم في المواضيع دي كلها، ويا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البدايه حابه اقول لحضراتكم انه احنا بقى عندنا قناه جديده، القناه اسمها راحت مسلم. للي حابب يشرفنا من حضراتكم هسيب لحضراتكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا بقى نرجع للموضوع بتاعنا. اول موضوع هنتكلم فيه دلوقتي هو التقرير بتاع امبارح. امبارح شفنا تقرير منشور على بلومبرج، في كلام لوزير الماليه وتصريح لوزير الماليه. وزير الماليه بيقول انه مصر محتاجه 4 مليار دولار من التمويلات الخارجيه حتى 30/12/2023، وقال انه احنا حددنا مصادرنا اللي هنوفر منها الدولار. طبعا احنا كلنا عارفين انه في قرض من بنك التنميه الصيني من حوالي اسبوع تم الموافقه عليه، وفي قرض تاني ولكن ده لسه لم يتم الموافقه عليه. طيب هل كده مصر مش محتاجه للتعويم؟ خلاص هيكون عندها تمويلات فمش هتحتاج انه تكمل اتفاقها مع صندوق النقد الدولي؟ لا طبعا، القرض بتاع صندوق النقد الدولي اكيد طبعا مفيش فيه كلام، لانه امبارح شفنا تصريح جديد من صندوق النقد الدولي او مندوبة صندوق النقد الدولي. الاول التصريح ده منشور فين؟ منشور في التقرير بتاع بنك سوسيتي جنرال بانه صندوق النقد الدولي توقع وصول الدولار في نهايات 2023 39 جنيه بوينت 61 بعد تحريك سعر الصرف، واتكلم عن انه هيكون بعد الانتخابات. يعني البنك وصندوق النقد الدولي بيتكلموا دلوقتي عن انه التعويم هيكون رسميا شهر 12 القادم بعد انتخابات الرئاسة. عندنا اجتماع لجنة السياسات اللي في البنك المركزي 21/12، والانتخابات هتكون 2/12، يعني خلاص هيكون تم الاعلان عن النتائج. كمان وزير المالية قال كتير جدا بانه القرض بعد ما كان 3 مليار دولار تم الاخذ موافقة على انه بقى 5 مليار دولار. منين هيتم الغاء القرض؟ ومنين انا طلبت انه بدل ما يكون من 3 مليار عايزه 5 مليار وتم لي الموافقه بالفعل؟ الكلام ده كله كلام مش حقيقي. بالفعل لازم حضرتك هتلتزم بالتزاماتك مع صندوق النقد الدولي، وطبعا شفنا امبارح او اول امبارح اخر حاجه او اخر شرط لسه ما كناش بدانا فيه، وهو رفع الدعم تماما عن المحروقات، وشفنا انه البنزين بيزيد ودي بدايه للتعويم. شفنا سعر البنزين بيزيد، وشفنا انه خلاص كده انت حضرتك رفعت كل الدعم. برنامج الطروحات الحكوميه حضرتك شغال فيه اللي هو بيع 32 شركه وبنك وتخارج الحكومه لصالح القطاع الخاص، والشيء الثالث او الاخير هو كان التعويم. يبقى احنا عندنا لا كده خلاص التعويم موجود، مفيش كلام زي كده. طيب امتى ممكن اشوف شهاده جديده؟ طبعا احنا اتكلمنا مع بعض انه الشهادات الاستثنائيه مش بتجيلي او ما بشوفهاش غير بعد تحريك سعر الصرف، وده حصل مرتين قبل كده في الشهادتين الاستثنائيين، ال 18% وال 25 اللي هيتم استحقاقها 1/1/2024. طيب الحاجة اللي بعد كده، لحد ما يتم إصدار شهادة جديدة أروح أشتري ذهب ولا أحط فلوسي في أي بنك ولا أعمل إيه بالظبط؟ هقول لحضرتك أنت حد من اتنين، إما إنه حضرتك مش محتاج للعائد بسرعة هتروح تجري على الذهب، ولكن المستويات الحالية مرتفعة شوية هتستنى نقط انخفاض وتشتري عندها. بكل نقطة انخفاض هتشتري بجزء من فلوسك. ولو حابب تتابعنا كل يوم بيكون عندنا حلقة عن الذهب، ازاي تقدر تشتري ذهب مضمون بقيمة 100%، ويعني ايه سبيكة، ويعني ايه جنيه ذهب جنيه جورج، ويعني ايه الكاش باك، وايه نوع الفاتورة، وكل الكلام ده كله بيكون موجود معانا في حلقات الذهب. ابتعد تماما عن المضاربة في الدولار لانه حضرتك هتخسر وهتكون ملاحق امنيا. الحاجة اللي بعد كده، لو حضرتك من الناس اللي بتحب تتعامل مع البنوك، للي ما يعرفش انا عملت لحضراتكم حلقه ولكن المشاهدات عليها ما كانتش كتير قوي، حابه اقول لحضرتك انه البنك العربي الافريقي دلوقتي من اول 50,000 جنيه يقدر ياخد من حضرتك ال 50,000 جنيه ويدي لحضرتك 18% شهري، 19 وربع ربع سنوي، و19 ونص سنوي، 20% سنوي.
حط فلوسي، ومجرد ما يتم اصدار شهاده جديده هروح اسحب فلوسي معاها العائد، ما خسرتش ولا جنيه واحد، يعتبر فري تماما، ما لهوش مصروفات اداريه، تقريبا 15 جنيه كل 3 شهور كلام فارغ. فده افضل استثمار ممكن حضرتك تقدر توصل له دلوقتي، بس في الوقت اللي احنا فيه، حال اصدار شهاده جديده خلاص حضرتك عارف هتعمل ايه. وما تنساش انه ده وقت حرج جدا، لانه حضرتك داخل على موعد استحقاق شهادة ال 25%، لازم حتى لو ما حصلش تعويم ان شاء الله هنشوف شهادات بعائد محترم. طيب الموضوع الثالث، لو حضرتك ليك حساب في البنك روح البنك حالا. حضرتك فتحت حساب في البنك ونسيت تقفل الحساب، او مثلا الشغل بتاع حضرتك كان فاتح لك حساب وحضرتك اتنقلت من شغلك، الشغل الجديد فتح لك حساب والحساب القديم انا ما قفلتش الحساب ده، بكده بقى الحساب ده راكد. ايوه هو بقى راكد او متعطل، راكد بلغة البنوك او متعطل. طيب اعمل ايه في الحساب وممكن يكون عندي مشكلة بيه؟ هقول لحضرتك للأسف ايوه، زي مثلا ممكن اكون انا فتحت الحساب وسايب فيه 1000 جنيه، هيفضل كل 3 شهور لو انا فضلت السنة كاملة مفيش اي تعاملات او اي حركات على الحساب، بعد سنة كاملة اول حاجة بعد 3 شهور هيبدأ يسحب المصروفات الادارية بتاعت البنك، طبعا كلنا كنا عارفينها، كانت 15 بقت 20 بقت 45 جنيه تقريبا، كل 3 شهور هياخد المصروفات بتاعته. طيب الرصيد صفر وصل صفر، هيبدأ يماينص الحساب عليك والرصيد يكون بالسالب، يعني مثلا سالب 300 سالب 200 سالب 400 سالب 500، حضرتك كده البنك بقيت مدين لي بالمبلغ ده. طيب انا دلوقتي محتاج للحساب تاني او ليا اي تعامل مع البنك ده، حضرتك لازم هتسدد المديونية اللي على الحساب الاول لو حابب انه حضرتك تتعامل على الحساب تاني. طيب جات لي حوالة عليه او اي شيء، هدفع اللي عليا الاول، بعد سنة مش محتاج خلاص للحساب ده، اوكي مفيش مشكلة، البنك هيقفله تلقائي مفيش مشاكل خالص، هيعتبره حساب راقد وهيقفله تلقائيا. ولكن لو حضرتك عارف انه ليك هيكون تعامل مع البنك ده، وخصوصا يا جماعة البنك الاهلي له نظام في الموضوع ده شوية او السيستم بتاعه يعني صعب في الموضوع ده شوية، هتروح فورا تقفل الحساب بتاع حضرتك. طيب انا ممكن احتاج للحساب خسارة اسيبه؟ هقول لحضرتك انه للأسف بقينا دلوقتي بنحتاج للحسابات دي في حاجات كتيرة جدا جدا، يعني لو مش ليك اي حساب تاني غير الحساب ده في اي بنك لا سيبه. ليه؟ لانه في الايام القادمة، وده شيء احنا بقالنا سنتين او ثلاثة عليه، لما بتروح تدفع حساب المصاريف الجامعة بتاعت ابنك بتحتاج لحساب تحط فيه في الفيزا، والماكينة هي اللي بتسحب من الفيزا، ما ينفعش تروح تدي لموظف في شباك. لو حضرتك رايح تدفع اي شيء في مخالفات المرور والكلام ده كله بقى بيدفع في الفيزا، فبدل ما اروح افتح حساب جديد لو هو ما عليهوش اي فلوس، ممكن حضرتك من خلال ماكينه الاي تي ام تودع اي مبلغ بسيط وترجع تسحبه تاني، فبكده حضرتك خلاص عملت حاجه على الحساب. اما لو الحساب حضرتك مش محتاجه فورا تقفله، لانه المصروفات بقت مش قليله للاسف. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم في فيديو جديد وخبر جديد، في أمان الله.